أسعد الله صباحكم مشاهدينا الكرام، أحييكم في حلقة جديدة ويوم جديد في برنامجنا وبرنامجكم السيد الرياضة. هذا البرنامج اللي دائما نسلط الضوء فيه على جميع الصحفيين والإعلاميين والرياضيين والأبطال والنجوم، وكل رياضي وبطل وبطلة راح يكونون بإذن الله معنا في السيد الرياضة. قبل أن أسولف أكثر خارح في العزيز فواز فيصل الشيد، صباح الخير والله يعطيك الصحة. صباحك الله بالخير أبو أحمد، يعطيك العافية عبد الله وكل المشاهدين والمتابعين متابعين برنامج استديو الرياضة. اليوم نفتتح وياكم بكلمات جميلة ويعني تفاؤل وحماس، وعندنا يعني حافز كبير من الإنجازات اللي تخلينا يصير عندنا هذا النشاط. ولكن قلت كلمة قبل شوي أنت أبو أحمد، أنه لازم اليوم ننوه للناس إخواننا وأخواتنا وعيالكم وأيضا المقيمين، راح نحتفل بالعيد أو باليوم الوطني وباليوم بيوم التحرير، وتكون احتفالات راقية وتكون احتفالات يعني بشكل إن إحنا ما نضر الآخرين ولا نضر أنفسنا. هذه الأمور اللي دخلت علينا، رش الماي واللي هي التفافيخ والبالونات وواحد يطق الثاني ممكن يتأذى وصارت في إصابات كثيرة، ف رجاء حطوا بالكم على عيالكم على أنفسكم علشان تكون الفرحة فرحتين ونستمتع يعني بيوم الوطني وبيوم التحرير، وهذه يعني أشياء الواحد يفتخر فيها، ونعزز ونعلم عيالنا الروح الوطنية وحب الوطن والأداء بكل ما نقدر من أجل الوطن والطاعة والولاء. يا أبو فواز الأمانة يعني شكرا وكيل وزارة الداخلية الموقرة، شكرا وكيل وزارة التجارة المحترم للأمانة، يعني كان في حرص شديد منهم ووجهوا خطاب رسمي لكل، إن شاء الله راح يظهر على شاشة تلفزيون دولة الكويت، إن من اليوم إلى 1 مارس ما في أي نوع من البيع في أي محل متجر بأي مكان، لا تفافيخ ولا مسدسات الماي ولا الأشياء اللي تضرنا وتضركم واللي ما راح تفيد عيالنا ولا تفيد عيالكم. الأمانة يعني استانسوا، إحنا رياضيين ونحب الرياضة ونحب الوناسة ونحب الفرحة وهذه ديرتنا، ودنا نستمتع في كل لحظة نعيشها في ديرة الكويت الحبيبة. الصبح، الظهر، العصر، أنت في البر، أنت بالشالة، أنت بالمخيم، أنت بالشارع، أنت على البحر في السالمية، أنت في بشرق، بأي مكان استانس وونس عيالك وخذ الفرحة. يا حلو علم دولة الكويت لما يكون على السيارة فواز، يا حلو علم دولة الكويت لما يكون شامخ كذي على البيوت، يا حلو المؤسسات اليوم تزدهر في عالم دولة الكويت، الأخضر والأحمر والأسود والأبيض. الأمانة يعني اليوم عز وفخر، اليوم هذا الشعار كان موجود، عز وفخر على صدري وعلى صدرك يا فواز. طبعا، ويعني لازم يعني يا جماعة تحطون بالكم وتقدمون يعني كل النصايح لعيالكم من أجل سلامتهم وسلامة الآخرين، وعلشان لا تصير في مشاكل ولا يصير في أذى إصابات ونوع من هذه الأمور، ونحترم القوانين. وفعلا ترى سوف يعني تطبق هذه القوانين بحزم وبصرامة، فما فيها غرامات تهاون، غرامات نعم غرامات كبيرة، وما نبي يكون في تعدي على الآخرين. صحيح، نبدأ يوم جميل إن شاء الله وإنجازات جميلة إن شاء الله، وعندنا كثير من يعني الاخبار الطيبه عن اخبار طيبه. عندنا اليوم كره يد، راح نسولف عن كره اليد واجواءها، راح نسولف عن كره القدم واجواءها، راح نسولف ايضا عن فاره الترند. الامانه الضيف الترند اليوم سطام سهلي راح يسولف لك وايد اكثر عن الرياضات الكويتيه والعالميه، بالاضافه الى طبعا ودي اقول شغله قبل لا اروح فقره الترند بفواز. شكرا وزاره التربيه، ونتمنى اليوم الاربعاء عندكم مجال باكر، الخميس راح يكون اخر يوم دراسي قبل عطلة ال 25-26 فبراير. يعني نتمنى من خواتنا وإخواننا المدرسين المعلمين والمعلمات أن ينصحون جميع الطلبة، لأن أنت اليوم مدرس في المدرسة أكيد راح تأثر، راح تكون كلمتك طيبة وأكيد مؤثرة على كل طالب وعلى كل طالبة. انصحوهم أن لا يسوون أي نوع من أنواع الغلط في ديرة الكويت الحبيبة، سواء رش الماي وغيره. وهما دائما الصراحة عيالنا ما يسوون أغلاط، ولكن يعني تصير عندهم الحماس كثير. ونروح وياكم فقرة ترند ونستكمل وياكم برنامج استديو الرياضة. منتخب الكويت لكرة قدم الصالات سيدات يتعادل وديا مع نظير المنتخب المغربي لكرة قدم الصالات سيدات بهدفين لكل منهما.
فريق الكرة الطائرة بنادي بورقان يخسر من الشرطة القطري 3-0 في أولى مواجهاته بالمجموعة الأولى بالبطولة العربية للأندية المقامة حالياً بالأردن، كما خسر كاظمة أمام قطر القطري 3-1 ضمن منافسات المجموعة الثانية. الاتحاد البحريني لكرة القدم يعلن عن تعيين المدرب الكرواتي دراغان تلايتش لقيادة منتخب البحرين خلفا للأرجنتيني خوان أنطونيو بيتري عقب إنهاء عقده بالتراضي بعد المشاركة في نهائيات كأس آسيا في الدوحة. أعلن حساب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عبر منصة إكس عن نتائج قرعة الدور التمهيدي للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب. جيون بونك يحجز مكانه في ربع نهائي دوري أبطال آسيا بتعادله مع مضيفه ومواطنه بوهانغ ستيلرز 1-1 في إياب ثم نهائي، مستفيدا من فوزه ذهابا بنتيجة 2-0. نابولي يعين فرانشيسكو كاتسونا مدرب للفريق قبل مواجهة برشلونة بدوري الأبطال. نستمر وياكم في استوديو الرياضة وضيفنا العزيز وأخونا العزيز، طبعا أنا ما أقول ضيف لأنه هو صاحب مكان، أخونا الصاحب الرياضي سطام سهلي. صباحك الله بالخير. حياك الله بهواء، صباح الخير، أسعد الله صباحك مع المشاهدين، وسعيد بتواجد وياكم اليوم. اليوم لابس صيفي. أيوة صيف صيفت احنا لا ما نقدر 1-4 لازم. الله يحفظك. متابعينا، منتخب الكويت لكرة قدم الصالات سيدات يتعادل وديا مع نظيره المنتخب المغربي لكرة قدم الصالات سيدات بهدفين لكل منهما. يعني احنا في بداية البرنامج اخوي سلطان بدأنا مع فريقين من الكويت والمغرب وفريقين نسائي. والله شوف، بداية طبعا كرة قدم الصالات النسائية في الكويت في الفترة الأخيرة شهدت تطور، يعني خاصة من قامت معسكرات وشاركت بطولات مباريات ودية. اليوم شوف ما شاء الله منتخبنا لكرة قدم الصالات النسائية تعادل مع منتخب المغرب، أحد المنتخبات المتطورة على مستوى أفريقيا ومستوى كرة قدم الصالات. تعادل بنتيجة 2-2. شوف الفترة الأخيرة كان في دوري نسائي في مشاركة، لذلك أنا أتوقع كرة قدم الصالات اليوم النسائية تشهد تطور، واليوم في بداية نتائج ملموسة من خلال النتيجة اليوم 2-2 في التعادل. أتوقع بداية طيبة لهم في خاصة في الاهتمام الفترة الماضية. ممكن اخوي صدام نشوف انه يعني الاهتمام في كرة الصالات وخصوصا النسائية انها تاخذ وضعيتها، ممكن انها تكون هي تكبر اكثر ويكون في هناك فرق في النوادي ويكون في عندنا بطولة ولهم دوري. موجود دوري شغال كرة قدم الصالات من سنتين او ثلاث، في دوري في فرق قاعد تشك. اتوقع كانت الاخت فاطمة حياة احد المشرفين على هذا المشروع، واليوم نلتبس اليوم نشوف منتخب الكويت كرة الصالات النسائية يشارك في البطولات ويشارك ايضا مباريات ودية. اتوقع لكن الانجازات تحتاج وقت طويل، يعني خاصه انك انت توك بادي المشروع من سنتين او من ثلاث مواسم، لكن انا اشوف اليوم انها بدايه طيبه وبدايه جيده. نسأل لهم ان شاء الله يعني التوفيق. وفريق كره الطائره بنادي بورقان يخسر من الشرطه القطري 3-0 في اولى مواجهاته بالمجموعه الاولى بالبطوله العربيه للانديه المقامه حاليا بالاردن، كما خسر كاظمه امام قطر القطري 3-1 ضمن منافسات المجموعه الثانيه. خسائر ورا بعض. نعم والله شوف كره الطائره خلينا نتكلم هي رياضه مره لك ومره عليك يعني. لا شوف خلينا نتكلم عن كره الطائره بشكل عام يعني وبعدين نفصلها. يعني كرة الطائرة تشهد المستوى الفني نازل شوي للأمانة، ونشوف هذا من خلال فرقنا أو منتخباتنا اللي قاعد تشارك. ممكن منتخب الفترة الماضية تطور شوي مستوى، لكن اليوم مشاركة نادي ورقاء ومشاركة نادي كاظمة خسارتهم من فريق الشرطة القطري وقطر القطري أحد المصنفين أو المرشحين للحصول على بطولة الأندية العربية، لكن أتوقع 3-0 3-1 إنهم بيكونوا
فكبداية مش جيد أنك تكون منافس، لكن أنا أتوقع إذا نادي كاظم إذا عدل بعض أموره أتوقع ممكن يكون منافس أو يتأهل الدور القادم. نعم طبعا احنا ناخذ الاخبار هذه يعني اللي هي فيها دائما تكون هي اللي متصدره اخبار رياضيه. ايضا هناك خبر الاتحاد البحريني لكره القدم يعلن عن تعيين المدرب الكرواتي دراغان تلاييتش لقياده منتخب البحرين خلفا للارجنتيني خوان انطونيو بعد انهاء عقده بالتراضي بعد المشاركه في نهايات كاس اسيا في الدوحه. يعني هل تشوف هذه هي خطوة يعني فعلا تستحق بعد ما شفنا يعني نهائيات كاس آسيا، ولا كان يحتاج أكثر؟ والله شوف منتخب المدرب كان يحتاج أكثر فرصة. خلنا واقعية، مدرب منتخب البحريني من كأس الخليج كان أحد المرشحين للحصول على كأس الخليج. عدم حصول على كأس الخليج تم إيقاف مدرب التعاقد مع المدرب الأرجنتيني خوان. كأس آسيا أيضا تم إنهاء خدماته أو إنهاء عقده بالتراضي. اليوم تعاقده مع المدرب دراغان. شوف تفصيليا المنتخب البحريني منتخب جيد، منتخب منافس، لكن يحتاج حس البطولات، يحتاج مدرب يوصل البطولات. انا اتوقع الاتحاد البحريني لكرة القدم يبحث عن هذا المدرب. انت عندك منتخب جيد ونافس، منافس قوي، شفناه بكاس اسيا رغم خروجه لكن كان منافس شرس في المباريات، وكان بين قابين اوس انه يتاهل يعني، لكن المدرب. لذلك انا اتوقع الاتحاد البحريني يبحث عن مدرب يستطيع انه يجد البطولات او وصول النهائيات. لذلك نعم. تم التعاقد مع المدرب الكرواتي دراغان، يحمل سيرة ذاتية مميزة، لديه عديد من الانجازات. هذا ما يحتاج المنتخب، خاصة انه مقبلين على كأس او تصفيات كأس العالم في شهر مارس يعني شهر نعم. قادم، بالإضافة الى كأس الخليج في ديسمبر في الكويت ستقام. لذلك انا اتوقع المنتخب البحريني يعدل المسار على المستوى الفني. يعني ان شاء الله راح نشوف اشياء واختلاف كبير. والله اتمنى المنتخب البحريني، قلت لك يملك عناصر جيده، يعني منتخب منافس لكن لا يزال يبحث عن البطولات، يعني يبحث ان مدرب يوصله منصات تتويج، يوصله مباراه نهائيه. في بعض الاخطاء تكون اخطاء فرديه او اخطاء فنيه هي من تؤثر المنتخب البحريني في مسيرته. نعم. وايضا اعلن حساب الاتحاد الافريقي لكره القدم عبر منصه اكس عن نتائج قرعه الدور التمهيدي للتصفيات المؤهله لكاس الامم الافريقيه 2025 في المغرب. يمكن أعلنها على حسب شفنا في منصة إكس اتحاد الأفريقي لكرة القدم، أعلن هذه القرعة طبعا اللي تضم الصومال وساوث السودان، اللي هي القرعة التمهيدية للمتأهلين إلى كأس أمم أفريقيا اللي سيقام في المغرب 2025. أتوقع بداية للفرق اللي لديها طموح الوصول لكأس أمم أفريقيا، خاصة أن بعض المنتخبات اللي موجودة الآن بالقرعة لم يسبق لها أو كأس أمم أفريقيا الماضي لم تكن موجودة. نعم طبعا انا مستفيد منك ان انت موجود، وهذه الاسئله والاجابات الطيبه اللي يعني المشاهد فعلا يبحث عنها اخوي سلطان. ويعني احنا دائما نتنافس انا وعبد الله، قال ضيفي اليوم لازم انا اكون وياه. جوني طبعا احنا نتكلم عن جون بوك، يحجز مكانه في ربع نهائي دوري ابطال اسيا بتعادله مع مضيفه هو مواطنه بوهانغ ستيلرز 1-1 في إياب، ثم النهائي مستفيد من فوزه ذهاب 2-0. يعني صعب هذه الذهاب والإياب، والله شوف عشان تعوض الجول الواحد هذه بروحه تكفي. اي لا الحين هذه مو موجوده بس بالنقاط، لانه فاز نقطتين 3 نقاط وتعادل تاهل بالنقاط نفسيا. إيه بس انت غالبني 2-1 او 2-0 ابي ارد مع الاغلى 2. اي شوف جون بوك اليوم من الاسماء المطالبه ان يحقق دوري ابطال اسيا، يعني من الاسماء المرشحه واللي مطالب ان يحقق دوري، يضم عناصر جيده ومدرب جيد استطاع ان يتخطى يعني خلينا نقول فريق المنافسه في مباراه الذهاب 2-0 والاياب 1-1، استطاع بالنقاط 4 نقاط يتاهل. لكن جون بوك اليوم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وخلال الاخبار في وسائل الاعلام طالبه بتحقيق البطوله، لانه يعني بعيد عن البطولات فتره يمكن او 6-7 سنوات، لذلك اتوقع انه سيكون طرف النهائي. نعم فريق طيب. جدا مميز صراحة. هم فعلا يعني قاعد يقدمون أشياء يعني للأمانة، يعني في مبارياتهم الأخيرة كان نشوف مفاجآتهم، اللياقة عندهم عالية. أي نعم. تشوف الفريقين يتحركون 90 دقيقة مع الوقت الإضافي يتحركون. لذلك بدأت الآن الملامح خلينا نقول تظهر، يعني اليوم جنبك وصل ربع النهائي من شرق، لأن دوري أبطال آسيا الشرق والغرب فريق مني في النهائي فريق مني من النهائي. اليوم وصول ربع النهائي وصول الهلال يعني في الذهاب استطاع أنه يفوز، بدأت بعض الملامح تصل. أتمنى طبعا للناصر والهلال والقرباسي لما يتوفقون في التصفيات القادمة إن شاء الله، نتمنى لهم التوفيق. وأيضا نابولي يعين فرانسيسكو كالسونا مدربا للفريق قبل مواجهة برشلونة بدور الأبطال. والله مو محظوظ مجهز نابولي مع برشلونة شافي تضرة اليوم في المغرب.
لكن شوف نابولي يعاني في الدوري الإيطالي بشكل كبير يعني الفريق، لكن استطاع رغم ذلك الوصول دور ثمن النهائي في دوري أبطال أوروبا. يعني هذا يحسب له الفريق ذو عناصر كبيرة من اللاعبين المميزين، جمهور يطالب بتحقيق البطولة، جمهور يطالب أنه يكون متواجد في نهائي دوري أبطال أوروبا. لكن اليوم أنك تعين مدرب مباراة عندك بعد يوم، أتوقع المدرب صعب يعني. لكن المدرب في المؤتمر الصحفي أمس، اليوم طبعا المباراة ستقام اليوم، ذكر أني أنا أعول على خبرة اللاعبين وعلى ثقتهم بنفسهم وعلى التخطيط، وما نحتاج اليوم نتكلم أو نقول أنه تم إنقاذ الجهاز الفني وتم تعيين فرانشيسكو، لذلك أنا أثق في لاعبيني، لذلك اليوم هم مطالبين أداء. وذلك بالطرف الثاني برشلونة ذكر أيضا في المؤتمر الصحفي أن هذه فرصة، واليوم احنا جايين ملعب طبعا أرماندو دييغو مارادونا، ملعب نابولي وسط جماهيره، لكن نطمح للنقاط الثلاث بشكل كبير. اكيد ان برشلونه سيسعى، خاصه احد الاسماء المرشحه برشلونه، انه بيسعى في انهاء المباراه او حصل الثلاث نقاط. لكن تفاصيل المباراه يعني صعب انك تقيل جهاز فني قبل المباراه. رغم ذلك انا اقول لك مشكله نابولي ايضا لديه عناصر جيده، يعني العناصر خبره، يعني ممكن ما يكون تاثير ذاك التاثير اللي نشوفه في فرقنا الاسيويه حين تقيل جهاز فني على قولتهم المنظومه تخربط. اي صح، لا في منظومه، يعني رغم المعاناه في الدوري الايطالي لكن الفريق في دوري ابطال اوروبا قاعد يقدم مستوى جيد. يعني اول شيء يعطيك العافيه، كل شيء انك اعطيتنا من وقتك وتحليلاتك بصراحه يعني دقيقه. وفعلا يعني احنا هذه فرق يعني احنا نشوفها يمكن تمر ببعض الظروف بعض الازمات، ولكن عندهم سياسه واحده وهيكل واحد وعندهم هدف واحد، واحنا هدفنا دائما نوصل لكم الاخبار يعني اول باول وبتفاصيلها مع ضيوفنا في استديو الرياضه ومع زميلي عبد الله القماز. أقيمت يوم الأمس مساء الثلاثاء منافسات الدور المحلي لكرة اليد على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله الرياضي، حيث بدأت المواجهة الأولى ما بين فريق الكويت ضد فريق الصليبيخات تحديداً في الساعة 5 مساءً، حيث انتصر الكويت على الصليبيخات بنتيجة 32 هدفاً ل28. وأقيمت المواجهة الثانية ما بين فريق السالمية ضد فريق الفحيحيل في الساعة 7 مساءً، حيث انتصر السالمية على الفحيحيل بنتيجة 33 هدفاً ل26. وتشهد صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله الرياضي مساء اليوم منافسات الدور المحلي لكرة اليد، حيث تبدأ المواجهة الأولى ما بين فريق القرين ضد فريق التضامن تحديداً في الساعة 5 مساءً، وتجمع المواجهة الثانية ما بين فريق الساحل ضد فريق كاظمة في الساعة 7 مساءً، ضمن منافسات الدور المحلي لكرة اليد للموسم الرياضي 2023-2024.
ما زلنا معكم أعزائي المشاهدين في برنامجنا وبرنامجكم السيد رياضة، هذا البرنامج اللي دائما يستقطب جميع الرياضيين والأبطال والنجوم وكل من لعب اللعبة الفردية والجماعية. اليوم عندنا ضيف جدا متميز، لما تكلم عنه ما شاء الله تاريخه يشفع له، بطل لعب في نادي خيطان، لعب في نادي الكويت، ولعب احترافيا مع اكثر من نادي قادسيه والسالميه، وهذا والاجمل والاحلى انه كان احد ابطال منتخب الكويت الوطني في كره اليد، كابتن المتميز ومحلل قناه الرياضيه على المدن، حيا الله من يانا ونور مكامع يا اخوي. الله يحييك اخوي عبد الله، امسي او اصبح عليك. اي صباح مساء احنا عندنا. صباح على اخواننا المشاهدين، ونتمنى تكون حلقه جميله نثري فيها في كره اليد. بالتاكيد وجودك هو من يثري هذه الحلقات ان شاء الله، وان شاء الله راح نستمتع في الحديث معاك ونسمع بعض يعني المعلومات الرياضيه اللي تهم كل شارع رياضي وبالذات اللي يحبون كره اليد. يعني اقيمت يوم امس مساء الثلاثاء منافسات في الدوري المحلي كره اليد بصاله الاتحاد، طبعا صاله الشيخ سعد، مجمع الشيخ سعد الرياضي. خلينا نتكلم عن اول شيء الدوري بشكل عام، شلون شايف مجرياته وشلون كان؟ شوف عبد الله، احنا بنتكلم عن الدوري، احنا امس بدت الجوله الثالثه، امس واليوم مباشر هي تختم الجوله الثالثه. نعم. الى الان عبد الله المستوى ما هو بالطموح اللي احنا كنا نتمنى له، يعني صحيح في ناس يقول لك انه توه في بدايه الدوري او انه للحين الفرق، لكن احنا كمحللين او كمشاهدين لكره اليد نشوف المستوى متوسط ممكن او اقل بعد من المتوسط. في فرق للحين يعني احنا كنا حاطين عليها امل مثل نادي كاظمه، نادي القادسيه، نادي العربي، السالميه نوعا ما، لكن ما ظهروا بالصوره اللي احنا نعرفها. يعني العربي لعب لعبتين، الأولى خسرها ضد نادي الكويت بنتيجة كبيرة 34-20، فرق 14 هدف. عبدالله أنت تعرف في كرة اليد لما أنت فريق وتكون فريق مرشح أنك تحقق ميدالية وتخسر فرق 14 هدف، هذا معناته أن الفريق للحين مو بمستوى. صحيح. المباراة الثانية لعب مع نادي التضامن، نادي التضامن ضعيف فنيا من غير محترفين، سجل عليك تقريبا 24 أو 25 هدف، فهذا يدل أن للحين الفرق، وأيضا لو بنتكلم عن كاظمة والقادسية والفرق الأخرى، للحين ما ظهروا بالصورة اللي احنا كمشاهدين او كمحللين في كرة اليد نبيها او نطمح لها في كرة اليد. احنا نتمنى يعني الأمانة، يعني بالذات كرة اليد اليوم ما شاء الله، الله يعطيهم الصحة والعافية، الأزرق الكويتي لكرة اليد شيء نفتخر فيه ونعتز فيه الأمانة. شكرا من القلب على اللي قاعد تقدمونه حق فنيلة الزرقاء، شكرا من القلب على اللي قاعد تقدمونه لكرة اليد الكويتية. أنتوا أبطال، واللي قبلكم كانوا أبطال، واللي قبلهم كانوا أبطال، الحمد لله كرة اليد الكويتية في أمان. يعني بدأت المواجهة الأولى ما بين الكويت والصليبيخات الساعة 5، شلون شفت المباراة وفاز فيها الكويت طبعا 32-28، شلون كانت المباراة؟ شفت الكلام البداية اللي قلت لك اياه ان الدوري للحين كان مو واضح، هذه المباراة ايضا كانت مو واضحة، يعني نادي الكويت فريق بطل، فريق عنده هوية البطل، ظهر بمستوى جدا عادي في مباراته ضد الصليبيخات، ممكن لأنهم اليوم نادي الكويت سافر عنده في بطولة الخليج اللي راح تقام في تاريخ 27/2 بطولة الخليج للأندية، ممكن أن اللاعبين كان تفكيرهم في البطولة أكثر من لعبة الصليبيخات، أنه نوعا ما أنه ممكن مباراة الصليبيخات نقدر ناخذها بأقل مجهود، لكن ما ظهروا بالصورة اللي احنا نتمناها. يعني احنا أمس لو نتكلم عن أبرز اللاعبين اللي تألقوا، طبعا فرانكيس المحترف منتخب قطر، وأنخل المحترف البرتغالي، وعلي صفر في حراسة المرمى، هم اللي ظهروا بصورة جميلة في المباراة، لكن باقي اللاعبين ما ظهروا بالصورة اللي احنا نطمح لها. انت عندك لاعبين صالح المسوي، مشعل عباس، عبد العزيز الشمري، مشاري صيوان، عبد الله الخميس، امس ما كانوا بالفورمة اللي الكل العالم تعرفها، الفورمة اللي كانوا فيها بالمنتخب، مستواهم اللي كان بالمنتخب ما ظهروا فيها، عكس نادي الصليبيخات. نادي الصليبيخات امس داش المباراة اخوي عبد الله بدون ضغط، يدنا قاعد يباري فريق بطل، لو اخسر ما حد راح يتكلم عني، لو اخسر فرق نتيجه كبيره ما حد راح يحاسبني، لكن قدم مستوى كبير. فتالق المحترف توم محترف الصليبيخات في تسجيله 9 اهداف، ايضا فواز يوسف لاعب نادي السالميه السابق وحاليا منتقل لنادي الصليبيخات، قدم في هذه في اللعبتين، مباراتهم هذه والمباراه اللي طافت مع النصر، ايضا قدم مستوى احنا كنا نعرفه. فواز يوسف من اللاعبين الخامات الجميله في الكويت، قدم مستوى. ايضا الحارس عبد الله الصفار حارس نادي
الصليبخات قدم مستوى. امس في لعبه الكويت والصليبخات اخوي عبد الله كان واضح في خلل في الدفاع نادي الكويت، وهذا يعني مو بس انا، الكل كان يتكلم فيه الخلل، بالذات منطقه النص كانت فيها خلل كبير. احنا نتمنى هذا الخلل تحت كابتن هيثم الرشيدي مدرب الفريق، نعم، انه يشوف هذه الاخطاء اللي حصلت في الثلاث لعبات اللي طافوا في الدوري ويتلاشاها في بطولة الخليج. نحن نطمح ان بطولة الخليج تكون يا حق نادي الكويت او نادي برقان، الفريقين اللي هم مشاركين في هذه البطولة. نعم، نتمنى التوفيق فعلا للبرقان والكويت، الأمانة فريقين متميزين، وإن شاء الله راح يشرفون وينورونا في هذه البطولة الخليجية إن شاء الله، وإن شاء الله عاد يكون الكاس يا كويتاوي على قولتهم حق برقان ويروح هذا النادي. أكيد. المواجهة الثانية كانت ما بين السالمية والفحيحيل، شلون كانت المباراة؟ وفاز فيها طبعا السالمية على الفحيحيل بنتيجة 33-26. شوف احنا بتكلم لك وش انا على فحيحيل قبل نتكلم على الخسران، قبل لا نتكلم على الفايز. تفضل. فحيحيل احنا الكل عارف انه في الدوري عندك محترفين اثنين يلعبون في الملعب. صحيح. فحيحيل استقطب محترف واحد من كرواتيا اللي هو ساندرو. المفروض تكون عندك انت محترف ثاني يفيدك في الموسم، زائد انت عندك غياب محمد الهندال لاعب المنتخب في قطع في الرباط الصليبي، الله يرده بالسلامه، اتمنى على الشفاء. وايضا عندك اصابه محمد فاضل ايضا لاعب منتخبنا للجناح والباك ايضا في قطع في الرباط الصليبي في اول مباراه في الموسم ضد نادي التضامن. ف يعني المفروض من نادي فحيحيل او اداره نادي فحيحيل كونك انت عندك لاعب تعور في البطوله المنتخب، يعني كانت عندك وقت انك تستقطب لاعب صحيح يغطي مكان محمد الهندال، كون محمد الهندال الموسم هذا يعتبر خلاص انه انتهى هذا الموسم عليه. لكن انت بتشارك بلاعب واحد محترف والحمل كله يصير على هذا اللاعب، في ضغط طبيعي. يعني احنا قبل كنا نقول مهما كنت انت كمدرب او ادارة جبت لك لاعبين سوبر محترفين لازم انت اللاعب المحلي يساعد اللاعب السوبر. أكيد. لو على سبيل المثال لو عندك محترفين واحد سجل لك 10 والثاني سجل لك 10 هذا 20 جول، انت تحتاج 10 او 15 جول من اللاعب المحلي اللي يساعد المحترف. طبعا. وهذا الشغله تفيد نادي الكويت. احنا لو بنتكلم عن نادي الكويت لاعب عندك اللاعب المحلي الكواليتي الممتاز بنادي الكويت ويساعد المحترفين، لكن في نادي فحيحيل ان انت اعتمادك الكلي راح يصير على المحترف بروحه طول الموسم، هذا راح يعني ممكن تخسر مباريات كثيره من هذه الشغله. يعني كونك انت بتعتمد على المحترف بروحه ممكن المحترف في مباريات ما يكون في يومه، انت راح تكون مبارياتك شويه تضيع منك، فهذه شويه تاثر على نادي فحيحيل. نادي السالميه، قبل لا اتكلم عن نادي السالميه استاذنك نروح حق الفتره الدينيه، نروح وياك مع اعزائي المشاهدين حق الفتره الدينيه، وراح نرجع نستكمل حديثنا مع الكابتن المتميز علي المده. اوكي دامنا ورا السالمية، رجعنا معكم اعزائي المشاهدين بعد فتره دينيه، وضيفنا الكابتن المتميز، انا اسميه فنان لانه مبدع لما يلعب كره اليد تشوف منه لمسات فنيه عجيبه وغريبه، الله يعطيه الصحه والعافيه. كابتن علي، يعني كنا قبل نروح فتره دينيه كنا نتكلم عن السالمية والفحيحيل، تطرقت حق موضوع فحيحيل ولكن ودنا نروح حق موضوع السالمية. شوف اللي فاد السالمية في أول جولتين، السالمية لعب ثلاث مباريات طبعاً ثلاثتهم فوز، أول مباراة مع اليرموك فاز 30-29، المباراة الثانية مع الساحل 39-26، ومباراتهم اللي أمس اللي كانت مع فحيحيل 33-26. اللي فاد نادي السالمية في أول لعبتين إنه استطاع إنه يغلب نادي اليرموك فرق هدف بدون المحترفين اللي هم محمد السوس ولازارو، ايضا المباراه الثانيه كانت نوعا ما سهله ضد الساحل بدون المحترفين. امس اول مباراه للمحترفين محمد السوس ولازارو، قدموا لمحه جميله للمحترفين مع نجوم لاعبين نادي السالميه حيدر دشتي. صحيح ان حيدر امس في الشوط الاول نهايه الشوط الاول خذ البطاقه الحمراء واستبعد من المباراه، لكن بوجود حيدر وبندر واحمد مزعل وعلي بولند وايضا المدرب التونسي المنجي استطاع أن يسوي توليفة سريعة مع المحترفين، كونهم أمس أول مباراة شاركوا فيها قدموا لمسة، يعني يعطيك أن اللاعبين أو المحترفين لاعبين نادي السالمية
مع المحليين ممكن أن يظهرون بصورة أجمل من المباريات اللي قدموها في المباريات اللي طافت. جميل. في معلومة حلوة من فريق الإعداد وفريق الإخراج الأمانة. ذكرونا أن أمس كانت مباراة في حيحل والسالمية في قيادة تحكيمية ما بين أخوات معالي العنزي ودلال النسيم. يعني بوجهة نظرك أنت يعني كلاعب إداري متميز فني، يعني شلون شفت إدارة هذه المباراة في 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 يد وصفارة سيدة؟ يعني شوف، خلنا أقول لك شغلة. معالي العنزي ودلال النسيم شهادتي فيهم مجروحة. حلو. لأن أهم قاعد يحكمون كأس عالم نساء، ما شاء الله، يحكمون رجال ما شاء الله، يحكمون توهم بالصيف كانوا في بطولة كأس العالم تحت 19 سنة للرجال، كانوا موجودين ما شاء الله، يحكمون في بطولات آسيا أيضا في الدوري المحلي. من الحكم، يعني أنا ما راح أقول لكم الحكمات لأنهم الحكمات الوحيد، فمن الحكام اللي متواجدين هم مميزين جدا. وفي ميزة حلوة لما يحكمون لك معالي ودلال، نعم، أنت كرجل حتى لما تصفر عليك صفارة لو كان حكم ممكن أنت تتناقش وياه، لكن لما تكون بنية هي اللي تحكم فأنت تسكت وتمشي. فهذه أنا أشوفها بالنسبة لي ميزة، وهي بمثابة أخت يعني. بالضبط، إيه يعني. فتلاقيها بس تصفر. وأيضا يعني قاعد نشاهدهم قاعد يتطورون بصورة كبيرة، والكل يشيد فيهم سواء في الكويت أو أيضا في دول الخليج. يعني حتى لو بدش في وسائل التواصل الاجتماعي في أي مباراة يحكمون فيها معالي ودلال نشوف المديح الكبير حقهم، مو لأنهم هم بنات، لا بالعكس، لأن الغلط غلط والصح صح. يعني أنا مرات أشوفهم في الصالة، معالي هذه الصفارة أنا من وجهة نظري كانت غلط، هي تقول لك لا والله علي القانون يقول لك 1 2 3، عشان كذا أنا طبقت مثلا القانون. أو مرات أقول لك تقولي طبقت روح القانون مثلا، نتيجة فرق كبيرة، نعم، وما أبي أطرد مثلا من هذا، فتقول أنا أطبق مثلا روح القانون في كنترول بعد يعني. إيه، هذا شيء وايد حلو، وتسمع لك يعني حتى مع اللاعبين اللي ناقشها تسمع له وتاخذ وتعطي مع اللاعب. حلو. وهذا شيء جميل أنا أشوفه في معالي وفي دلال، الله يوفقهم إن شاء الله يا رب، سواء كانوا في الدوري الكويتي أو في البطولات الخارجية. وأدري إنهم إن شاركوا في البطولات الخارجية يشرفون أول شيء اسم ديرة الكويت، وثاني شغلة يشرفون كرة اليد الكويتية كونهم حكام طالعين من الاتحاد الكويتي لكرة اليد، فهذا شيء طبيعي شرف لنا إحنا كمحللين وكجمهور وكمشاهدين لكرة اليد الكويتية، وشرف لنا إن شاء الله يكونون معانا. نتمنى فريق الإعداد يجهزون لهم يوم كذي يكونون معانا نسولف عن رياضاتهم، عن استحقاقاتهم، عن الدورات اللي خذوها علشان يكونون في هذا المستوى الراقي واللي يشرف كل من يلعب كرة اليد وكل من يهتم في الرياضة، رياضة كرة اليد. أيضا في مباراة ما بين الأمانة في الدوري المحلي في كرة اليد، مباريات كثيرة، ولكن يعني لو بنتكلم عن القرين والتضامن شلون يعني الساعة 5 شلون راح تكون؟ والله شوف، هذه المباراة القرين والتضامن راح تكون، أنا من وجهة نظري راح تكون من متواضعة أو راح تكون من جهة واحدة اللي هي نادي القرين. القرين كون نادي التضامن راح يلعب بدون محترفين، فريق متواضع فنياً، أيضاً اللاعبين المتواجدين يعني ما في لاعب مثل المنتخب الكويتي، عدد اللاعبين المتواجدين في نادي التضامن أنت بالسكور تسجل 16 لاعب، وهم في لعبتين لعبوا في الجولة الأولى والجولة الثانية قاعد يحضرون ب 12 لاعب، هذه نوعاً ما تعطي أفضلية لجميع الفرق اللي تباري نادي التضامن أنهم يتغلبون على نادي التضامن. نادي القرين اليوم عنده محترفين من أوروبا، قدموا إلى الآن في مباراتهم ضد برقان، قدموا المباراة الأولى اللي لعبوها ضد برقان قدموا مستوى جميل فيها. أنا أتوقعها أنها راح تميل لنادي القرين من بداية المباراة، راح تكون لنادي القرين، كون المباراة سهلة وممكن مدرب نادي القرين راح يشرك كثير من اللاعبين المتواجدين على البنش، أو ممكن يشارك يعني يعطي فرصة للاعبين تحت 19 سنة كونهم هم حققوا المركز الثاني توا في بطولة الدوري 19 سنة، عنده لاعبين ممتازين ممكن يعطيهم فرصة يكون هالمباراة سهلة ويأخذون هذه خبرة فيها اللاعبين الصغار ويكتسبون الخبرة بإذن الله. إن شاء الله أتمنى لهم التوفيق. السؤال الأخير قبل أن نختم معاك، نبي نعرف عن كاظمة والساحل إن شاء الله راح تكون الساعة 7، توقعاتك لهذه المباراة والنتيجة؟ نفس ما قلت عن القرين والتضامن، أيضا نادي الساحل نادي فريق
ضعيف فنيا في المستوى. نادي كاظمة انت عندك لاعبين انور بن عبد الله المحترف التونسي تو في شهر واحد ماخذ افضل باك في افريقيا في بطولة افريقيا، لاعب يلعب من طراز عالي. ايضا عندك محمد فراد اللاعب التونسي، ايضا لاعب منتخب قوة ضاربة في التصويب من التسعة متر. ايضا اللاعب المحلي او كواليتي اللاعب السوبر متوفر في نادي كاظمة، سواء في حراسة المرمى عبد العزيز الضفيري حارس منتخبنا اليد، والحارس الخبرة تركي الخالدي ايضا متواجد، مشاري عباس، محمد جواد، ابراهيم الامير، فواز المشاري، لاعبين ما شاء الله اكثر. يعني انت الميزة اللي موجودة بنادي كاظمة هي تقريبا موجودة في نادي الكويت، ان البنش في قوة الاساسي. نعم. فهذه تعطيك انت قوة في المباريات، لا سمح الله لاعب ما يكون موفق انت تقدر تعتمد على اللاعب اللي قاعد على البنش. لكن نادي الساحل نادي تو ردوا مرة ثانية، هم السنة طافت كانوا متسحبين من الموسم، هالموسم ايضا حاولوا ان يلموا لهم لاعبين هم اللي كانوا قاطعين او من الاندية اللي برا، حاولوا يجيبوا لهم كم لاعب يلعبون فيهم. لكن ايضا الفريق للحين ضعيف فنيا، يعني ممكن اي فريق يلعب مع الساحل، انا اسف اني اقول هالكلام، لكن مع الساحل او التضامن ان انت ممكن تكسب النقطتين من الساحل او التضامن، عندك هذه اربع نقاط تكون في المخبة او مضمونة لك. صحيح. كفريق. صحيح، الله يعطيك الصحة والعافية، شكرا من القلب على وجودك معنا، نورتنا وشرفتنا واثريتنا في الكلام والمعلومات اللي ان شاء الله تسعد كل من يشاهدنا في القناة الرياضية وفي برنامج استديو الرياضة. شكرا على وجودك يعني. شكرا لك اخوي عبد الله، وانا اللي تشرفت اني طلعت معاكم اليوم. ساعة المباركة يا اخوي، ونتمنى نشوفك يوم وكل يوم وكل اسبوع وكل شهر ان شاء الله في برنامج استديو الرياضة، وناخذ منك المعلومات اللي تثري كرة اليد الكويتية. بنروح وياكم اعزائي المشاهدين حق فقرة الكيشة، نرجع مع العزيز فيصل رشيد وضيفه المتميز. فندق ريجنسي بمنطقة البدع تقام بطولة ديفاينت الأولى للبادل بمشاركة عدد من لاعبين المنتخب وأبطال العرب، وبرعاية كريمة من الشيخ ركان بدر الصباح. أعزائي المشاهدين، حتى نتعرف معكم على تفاصيل أكثر ابغوا معنا. انطلقت بطولة أكاديمية ديفاينت الأولى للبادل تحت رعاية الشيخ ركان بدر الصباح، وبمشاركة عدد من لاعبي المنتخب الكويتي وبمجموعة من أبطال العرب، وذلك بمنطقة البدع على ملاعب ريجنسي. وبدوره أفاد المدير العام لأكاديمية ديفاينت السيد محمد الشطي بالجاهزية الكاملة لهذه البطولة وعدم اقتصارها على فئة عمرية محددة والسماح للمشاركة بها للجنسين، وهناك طاقم عمل من المدربين الوطنيين الذين سيشاركون في إنجاح هذه البطولة وبحضور نخبة من الحكام، ولدينا فريق عمل مميز على استعداد تام لإنجاح البطولة وظهورها بالشكل المطلوب، حيث ستقام البطولة على مرحلتين، الأولى ستكون في يوم الجمعة وختامها يوم السبت، وسيعقب الختام حفل تكريم للمشاركين في البطولة. عادل عويد للقناة الرياضية. طبعا هذه اول بطوله رسميه حق اكاديميه ديفاينت. هذه البطوله تستضيف اربع فئات حق الشباب والبنات وايضا حق تحت ال 16 سنه، فالكل له فرصه انه يشارك في هذه البطوله. مو غريب عليكم، تلفزيون الكويت دعمكم وشبابكم اليوم الكويتيين ومشاريعه. الحمد لله يا رب، الله قدر ان نستضيف هذه البطوله بفئات متعدده. احنا قاعد نشوف اليوم تقريبا فوق ال 100 فريق، ما يعادل 200 لاعب، 200 لاعب مسجل بفئات متعدده، مثل عندنا البنات، عندنا المنز، وعندنا الجونيورز اندر 16. وما شاء الله الاقبال من الساعه 10:30 الصبح جايين الناس، يعني الاقبال كبير على اليومين هذيله. ف هذا شيء بحد ذاته مشجع ان اليوم ندعم الشباب وندعم البادل وندعم الرياضه. الجنود اللي خلف هذا التنظيم هم بس كابتن محمد شطي، تيم ديفاينت وتيم كابتن محمد شطي ما شاء الله ما قصروا جهودهم الاسبوع هذا وقبله، ما ناموا والله، عيون ساهره للبطوله هذه. يعطيهم الف صحه وعافيه، وطبعا اود ان اشكر الشيخ ركان بدر الصباح على رعايته ودعمه للشباب اليوم. بالعكس الحمد لله الله قدرنا، وباذن الله الايات اكبر اكبر معاكم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، يعطيكم العافية. وشيء مشكورين على التغطية، يعني نادر ما نشوف أن قنوات تغطي البطولات البادل.
وانا اليوم يعني مشارك كواحد من الحضور، انا لاعب اساسا بس الاصابه مو مشارك، فبطوله مثل هذه يعني لها قيمه وكبيره تستاهل انها تحضر يعني وتكون متواجد بين، خاصه مجتمع الوادي المجتمع الرياضي كبير، ويعني تشوف ناس رياضيين من شتى الالعاب، يعني تلقى لاعبين طائره، تلقى لاعبين يد، تلقى لاعبين قدم، فاللعبه جدا جميله يعني تشدك ان انت تطالع وتشجع امانه. أعزائي المشاهدين، عبر عدسة برنامج استديو الرياضة نتمنى أن تكونون استمتعتوا معنا من خلال تغطيتنا لبطولة ديفاينت الأولى للبادل. آمل أن نلقاكم في تغطيات أخرى. كان معكم عادل عويد للرياضية. لازلنا مستمرين وياكم في استديو الرياضة، وشفنا فقرة لوكيشن ولعبة البادل التي انتشرت في كل مكان في الكويت ولاقت يعني استحسان ولقت الكثير من الشباب والشابات اللي ينتمون إلى هذه اللعبة اللي فعلا يعني هي في تحتاج طاقة كبيرة وتحتاج إلى تركيز وتحتاج إلى لياقة الواحد يكون عنده على أساس أنه هو يقدر يمارس هذه اللعبة اللي أنا أسميها ما بين السكواش وما بين كرة التنس الأرضي. طبعا قبل نرحب بضيفنا العزيز سعد الظفيري، خلونا نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل وياكم. يتطلع نابولي الإيطالية المتخبط إلى تحقيق انطلاقة جديدة هذا الموسم حين يستضيف برشلونة الإسباني مساء اليوم في اختبار صعب في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم بعد يومين من إقالة مدربه والتر ماتزاري. ويحتل الفريق الجنوبي حامل لقب الدوري المحلي المركز التاسع حاليا، وفي موقع أسوأ من الذي كان عليه مع الضحية الأولى الفرنسي رودي غاريسيا الذي حل ماتزاري بدلاً منه قبل نحو 3 أشهر. وأعلن أوريليو دي لورنتيس رئيس النادي تعيين فرانشيسكو كالزونا الذي شغل منصب مساعد مدرب نابولي بين عامي 2015-2018 ثم في عام 2021-2022، ويعمل مدرباً لمنتخب سلوفاكيا رهناً وذلك لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة. وستكون المهمة الأولى معقدة بالنسبة لكازونا، ليس لصعوبة منافسيه فقط بل لأن دوري الأبطال هو الباب الوحيد المفتوح أمام نابولي لتحقيق لقبه هذا الموسم بعد ابتعاده كثيرا عن الحفاظ على لقبه في الدوري، ذلك إلى جانب خروجه من الكأس المحلية وخسارته الكأس السوبر أمام إنتر في يناير الماضي. في المقابل يدخل برشلونة المباراة بحذر على الرغم من فوزه الأخير على سيلتا فيغو بنتيجة 2-1 في الدوري، إذ أن فريق المدرب تشافي لا يحقق النتائج الإيجابية بسهولة. وأعلن تشافي رحيله عن النادي نهاية الموسم بعد خسائر متتالية أبرزها السقوط المدوي بنتيجة 4-1 أمام ريال مدريد في الكأس السوبر في منتصف يناير الماضي، بينما يبتعد بفارق 8 نقاط عن غريمه في الدوري أيضا. وسيحاول برشلونة أن يتجنب خسارة مفاجئة في المسابقة التي شهدت خروجه أكثر من مرة في السنوات الماضية بنتائج مذلة أمام روما الإيطالي، ليفربول الإنجليزي، وبايرن ميونخ الألماني، والتي تحمل ذكريات سيئة. ومباريات الأمس أنتر وأتلتيكو وأيندهوفن ودورتموند. طبعا نرحب بسعد الظفيري زميلنا وصديقنا وأخونا المحلل الصحفي الرياضي.
صباحك الله بالخير او مساك الله بالخير. مساك الله بالنور، ساعة مباركة اخوي. احنا برنامجنا يعطينا صباح الخير ومساء الخير بين الصبح وبين الظهر. طول على الاستضافة، وان شاء الله نكون ضيوف اخفاف يا رب. لا بالعكس، احنا نستفيد منكم ووجودكم هو الاهم. ويعني احنا تكلمنا في البداية عن مباريات الامس الانتر واتلتيكو، يعني بنتكلم عن هذا الموضوع. شفنا امس يعني مباريات فيها بعض المفارقات يعني. والله شوف، الانتر ميلان متحفظ يعني. امس بدا الكل خايف من الثاني، عرفت؟ احنا نسميه شوط الحذر. الشوط الثاني شوط المدربين. شوط الحذر الكل ما يبي يستقبل هدف، الكل يعني نقول شوي راكد باللعب، يعني قاعد يعتمد على اخطاء الفريق الثاني، اذا في اخطاء يستغلها، غيرها لا. عكس الشوط الثاني نشوف الانتر نقول نزع ثوب الحذر. قام يهاجم، بدا اقتناص الفرص، بدأ بمحاولات. أرناتوفيتش يمكن ضيع 4 جوال، لكن بالنهاية صاد له جول وأخذ المهم، 3 نقاط اللي هو جاي عشانها. هي الهدف في 3 نقاط. هي طبعاً كل مباراة الهدف أكيد يعني 3 نقاط. نفس الأتلتيكو مدريد حاول لكن ما كان نفس رغبة الانتر. أنا أشوف شنو كانت الأسباب اللي يعني إحنا شفناها في المفارقة هذه؟ خلينا نقول رغبة لاعبين يعني. شوف ترى طبعا الناس الحين بتتكلم بالدور 16 في ابطال اوروبا، يعني راح يكون الموضوع لا في رغبه وفي حماس، لكن تبقى الفرص واختناص الفرص استغلالها. الانتر حصل كم فرصه، بالنهايه هو اللي اخذ 3 نقاط. نعم، وايضا يتطلع نابولي الايطالي المتخبط الى تحقيق انطلاقه جديده هذا الموسم حين يستضيف برشلونه الاسباني في 11 من مساء اليوم في اختبار صعب في ذهاب ثم نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم بعد يومين من إقالة مدربه والتر ماتزاري. يعني ما في وقت، ويومين وإقالة المدرب ويتطلعون إلى 3 نقاط. والله شوف نابولي وهذه إياب يعني. طبعا نابولي الفريق هنقول الفريق اللي عنده عدم استقرار، يعني هذا 3 مدرب هالموسم. مدرب ما توفق مع الفريق، يعني خلينا نقول انا اتكلم عن استقرار الجهاز الفني. الفريق ما كان عنده استقرار جهاز فني، فهذا بالتالي يرجع عكسي على اللاعبين. هذا السبب يعني اللي حوله من بطل الى الوضع هذا. انا اشوف هذا السبب الاول عدم الاستقرار، لان دائما نفسيه اللاعبين، نفسيه العطاء بالملعب، اذا انا مو مستقر ما راح أدي أو ما راح أبذل مجهود أو ما راح أكون تركيزي، راح يكون مثل ما أنا في استقرار وما أفكر بشيء خارج الملعب. نعم. لكن إذا طبعا اللي برا الملعب ينعكس على داخل الملعب، عدم استقرار خارج الملعب وعدم استمرارية المدرب هذا شيء يعكس على اللاعبين. ما يصير في يعني ما أعتقد هو إنقاذ موقف قبل يعني مباراة مهمة نفس هذه، يعني إقالة المدرب بيومين أو يوم. والله شوف لا طبعا ممكن يكون، لكن إغالة المدرب بهالوقت انا اشوفها يعني سلبيه، ما هي ايجابيه. لكن هم فكروا ان المدرب اللي عينوه الحين هو مساعد مدرب وقديم بالنادي وهو المنقذ، فممكن يعني عرفت قربه للاعبين، مساعد مدرب قديم، ممكن يعني فكروا هالتفكير. لكن لا، انا اعتقد نابولي ما راح. وقال المدرب انا اعتمد على يعني خبره اللاعبين لغايه ما نشوف هذه المباراه وبعدها، ولكن ستكون مهمه الاولى معقده بالنسبه لكازونا، ليس لصعوبه منافسه فقط بل لان دوري الابطال هو الباب الوحيد المفتوح امام نابولي لتحقيق لقب هذا الموسم. تتوقع هل راح يركز نابولي على البطوله الوحيده اللي ينافس عليها هذا الموسم؟ شوف كازولا انا اسميه مدرب الظل او رجل الظل، يعني هو مع كل المدربين وهو موجود مساعد مدرب. دايم احنا نقول مساعد مدرب اقرب للاعبين، لان دايم اذا المدرب عنده اخطاء او كذا مساعد المدرب، حتى اللاعبين يشتكون حق مساعد المدرب ما يشتكون حق المدرب، فهو ممكن يكون اقرب للاعبين، يعرف يعني يعرف اخطاء المدربين اللي اشتغل معاهم، يعني ممكن يكون هو ما عليه ضغوط الان وهو جاي منغذ، فمو مطلوب حتى يعني اذا خرج يعني هذا انا سويت اللي علي، بس اذا يعني 48 ساعه ما في مجال، يعني انا اشوف ما في مجال. لكن انا المدرب هذا مدرب منتخب سلوفاكيا الان عنده عقدين، يعني الغريب انه عنده عقدين، يعني عقد مدرب سلوفاكيا وعقد مع نابولي، ف
يعني حتى التركيز ما راح يكون بالفورمة اللي هم يعني متوقعينها. نعم. أتوقع راح تكون سلبية. نعم. وأيضا يدخل برشلونة مباراة بحذر على الرغم من فوزه الأخير على سلتا فيغو 2-1 في الدوري، إذ أن فريق المدرب تشافي لا يحقق النتائج الإيجابية بسهولة. والله برشلونة العالم إلى الآن مفكرين برشلونة ميسي، يعني إلى الآن هاجين في برشلونة. أنا الصراحة أنا يعني أقول أن برشلونة العمل الجماعي مفقود، العمل الفردي مفقود، النادي ما عنده شيء يقدمه، اللاعبين سلبية واضحة على الفريق. أنا أشوف برشلونة ما راح يكمل، وخصوصا بعد مبابي الحين رايح لهم حق المدريديين. أي والله تصير صعبة، راح تصير صعبة عليهم. مباراة بورتو وأرسنال التي ستقام بنفس توقيت مباراة نابولي وبرشلونة ضمن دور 16 لدوري أبطال أوروبا. الأرسنال فريق على قولتهم ماشي قطارة، يعني إن شاء الله. وأنا أحب يعني في ميول صوب هالنادي، فريق نتائجه ممتازة، فريق مجتهد، فريق عنده طموح ويرغب. بورتو صار فارق بينه وبين بنفيكا، صار بنفيكا راح بالصدارة، بورتو عنده درب بالدوري أبطال، درب بالدوري العام، فأعتقد لا الأرسنال راح يكون ماشي قطاره بهالمباراه. احنا اليوم نذهب استكانه الشاي والقهوه ونقعد طبعا ونخلي اخونا سعد الظفيري وتحليلاته نشوف بالضبط علشان نعرف وين يعني نركز على المباريات. كل الشكر لك اخوي سعد، مشكور اعطيتنا من وقتك وحضورك معنا في الاستديو وانتظارك كل هذا الوقت. كل الشكر لكم ولمتابعتكم برنامج استديو الرياضه، ومع زملائنا ان شاء الله في الحلقات القادمه من الاحد لغايه الخميس من 10 من 11:30 لغاية 12:30. لكم أجمل تحية من فريق العمل، مع السلامة.